السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يبحث مع القائم بأعمال السفير الياباني آفاق التعاون الإنمائي ودعم الجوانب الإنسانية. نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي يشدد على أهمية حشد الجهود لتوفير الخدمات وإنعاش الاقتصاد. ميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة لليوم التاسع في محافظات تعز والحديدة وحجة والجوف ومأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني مع القائم بأعمال السفير الياباني لدى بلادنا كازوهيرو هيجاشي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون الإنمائي وكذلك دعم الجوانب الإنسانية في ظل الظروف الراهنة. أشاد رئيس المجلس بإسهامات اليابان لدعم اليمن لمواجهة التحديات في مختلف المجالات وإسهامها في عملية تقديم الدعم الإغاثي والإنساني وإعادة الإعمار، مثمنا موقف اليابان إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وشرعيته الدستورية. من جانبه، رحب القائم بأعمال السفارة اليابانية بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي مؤكدا أن الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مجددا دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعدادها للمشاركة في إعادة تأهيل الكوادر البشرية والبناء. ثمن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني المواقف الوطنية والنضالية لأبناء محافظة حضرموت وما تقدمه المحافظة من نموذج مشرف في تعزيز الأمن والاستقرار والنهوض التنموي في مختلف المجالات. وأكد البركاني خلال لقائه وزير التربية والتعليم الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري والأمين العام المساعد أكرم العامري ورئيس الدائرة السياسية أبو بكر السري أن اليمن بعزيمة شعبها قادرة على تجاوز المرحلة الصعبة والحرجة وستعود أقوى مما كانت. وناقش اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية وما تتطلبه المرحلة القادمة من بذل المزيد من الجهود وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الماثلة. وأكد وزير التربية والتعليم والأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع ورئيس الدائرة السياسية أبو بكر السري أكدوا استمرار وقوف أبناء حضرموت في دعم كل الجهود الرامية إلى استعادة الدولة والنهوض بالمشروع الوطني الجامع وإنهاء الانقلاب. كما التقى رئيس مجلس النواب محافظ ريما محمد الحوري ومعه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات السياسية والاجتماعية من أبناء المحافظة. وخلال اللقاء استمع البركاني إلى شرح حول الأوضاع العامة والخدمية والميدانية في المحافظة وهموم ومعاناة أبناء محافظة ريما جراء الانقلاب الحوثي، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبناء ريما في مواجهة الانقلاب الحوثي المرفوض من كافة أبناء الشعب اليمني، مشددا على ضرورة وحدة الصف وتكاتف الجهود خلال المرحلة القادمة. وأكد الحاضرون وقوفهم صفا واحدا إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة. كما ناقش رئيس مجلس النواب مع عدد من قيادات الأحزاب الوطنية التطورات الجارية وما تتطلبه المرحلة القادمة من جهود سياسية ووطنية تحقق وحدة الصف الوطني وتعزز دور القوى السياسية والوطنية في مواجهة التحديات التي تعيشها بلادنا. شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي على أهمية حشد الجهود واستنفار الطاقات لإنعاش الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين. جاء ذلك لدى لقائه وزير الشؤون الاجتماعية والأعمال الدكتور محمد سعيد الزعوري ووزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري ووزير النقل الدكتور عبد السلام صالح حميد. وأكد الزبيدي على أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود من قبل الحكومة لتنفيذ إصلاحات عميقة يلمس أثرها المواطن الذي طحنته الحرب والأزمات المتلاحقة.
من جانبهم قدم الوزراء التهاني والتبريكات للزبيدي بمناسبة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونجاح مشاورة الرياض، مؤكدين استعدادهم لمضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة وتنفيذ المهام الموكلة إليهم من قبل قيادة المجلس بما ينعكس إيجابا على الحياة المعيشية للمواطنين. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض سفير بلادنا لدى مملكة البحرين الدكتور علي حسن الأحمدي. وفي اللقاء استعرض الزبيدي آخر المستجدات السياسية في المنطقة والإقليم عقب النجاحات التي أحرزتها مشاورات الرياض والتي أنتجت واقعا سياسيا جديدا في بلادنا. وأكد الزبيدي على أن بلادنا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي دخلت منعطفا تاريخيا جديدا يستدعي التلاحم ووحدة الصف ونبذ الخلافات والوقوف صفا واحدا في وجه الميليشيات الحوثية حتى تجنح للسلام. من جهته قدم السفير الأحمد التهاني والتبريكات للزبيدي بمناسبة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونجاح مشاورات الرياض، مؤكدا أن أمام شعبنا فرصة تاريخية لن تتكرر على الجميع اغتنامها بصدق وإخلاص. استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض قيادات الأحزاب الاشتراكي الحزب الاشتراكي اليمني برئاسة الأمين العام للحزب عبد الرحمن عمر الثقاف. وفي اللقاء استعرض الزبيدي مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الوطنية والصعيد الإقليمي على ضوء التطورات التي أفرزتها مشاورات الرياض. وشدد الزبيدي خلال اللقاء على أهمية توحيد الصف ونبذ الفرقة وتعزيز الاصطفاف الوطني في مواجهة العدو المشترك المتمثل بميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. من جانبهم قدم قيادات الحزب الاشتراكي التهاني والتبريكات للزبيدي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونجاح مشاورات الرياض، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة المجلس ودعمهم الكامل لها لإنجاز مهامها الوطنية الجسيمة في هذه المرحلة التاريخية. استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض وفدا من حزب الرشاد يتقدمهم الشيخ الدكتور محمد ابن موسى العامري رئيس الحزب. وفي مستهل اللقاء رحب الزبيدي برئيس وقيادات حزب الرشاد مؤكدا أن المرحلة تستدعي تضافر الجهود وحشد الطاقات على جميع المستويات لإخراج البلد من دوامة الحرب والأزمات، مشددا على أهمية توحيد الصف في مواجهة ميليشيا الحوثي التي تصر على مواصلة اعتداءاتها بحق المدنيين العزل ضاربة بكل دعوات السلام الإقليمية والدولية عرض الحائط. من جانبهم قدم قيادات حزب الرشاد التهاني والتبريكات للزبيدي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونجاح مشاورات الرياض، معربين عن دعمهم ومسانداتهم للقيادة الجديدة في مهامها الوطنية واستعدادهم للعمل مع قيادة مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة الاختلالات على مختلف الصعد. رحبت وزارة الخارجية المجرية بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وقراره نقل السلطة الذي أعلنه الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي. وقال بيان نشره موقع الحكومة الرسمي، ترحب وزارة الخارجية والتجارة بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، والقرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي بنقل السلطة والصلاحيات إليه، وتعتبر المجر هذا التطور علامة فارقة تمهد الطريق لجميع أصحاب المصلحة السياسيين للعمل بنشاط معا من أجل حل النزاع. وثمنت الوزارة جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة جهود السعودية في تسهيل المحادثات اليمنية في الرياض، مؤكدة على الدور المهم للمبعوث الأممي في هذه العملية، وتكرر دعمها الكامل له. وأشادت المجر بالدعم المالي الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات لليمن. وصلت ميليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة المعلنة لليوم التاسع على التوالي في جبهات القتال بمحافظة تعز والحديدة وحجة والجوف ومأرب. ورصدت قوات الجيش الوطني 81 خرقا ارتكبتها الميليشيا الإيرانية، منها 23 خرقا للهدنة في جبهات تعز و22 انتهاكا في جبهات مأرب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و17 خرقا في جبهات حجة، و14 خرقا في محوري البرح وحيس بالحديدة،
وخمسة خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف. وتنوعت الخروقات بين محاولتي تسلل نفذتها الميليشيا الحوثية الإيرانية في محور حيس بالحديدة، ومحاولة تسلل أخرى باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة الفليحة جنوب مأرب، فيما استمرت الميليشيات الإيرانية في استهداف مواقع لقوات الجيش في كافة الجبهات بالسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع في عدة جبهات جنوب مأرب وفي محور حيس بطائرات مسيرة. كما استمرت الميليشيات الحوثية في الدفع بتعزيزات بشرية ومادية إلى عدة جبهات، منها 9 أطقم محملة بعتاد وأفراد دفعت بها إلى مواقع متفرقة جنوب مأرب. ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر المشرف العام على برنامج التنمية وإعادة الإعمار في اليمن آليات تشغيل مستشفى عدن العام ومقترحات الشركات المشغلة وآلياتها وسبل تحقيق الاستدامة في التشغيل والإدارة وتطوير وتدريب الكفاءات، إضافة إلى مشروع مستشفى حضرموت التعليمي ومستشفى السرطان الذي يعد من أكبر المشاريع المتخصصة في علاج السرطان على مستوى الجمهورية اليمنية. كما جرى مناقشة حزم الدعم من أجهزة طبية بمختلف أنواعها في الطوارئ وأقسام العناية وسيارات الإسعاف المقدمة من البرنامج، إضافة إلى مناقشة سبل دعم البرنامج السعودي لوزارة الصحة وتوفير الدعم اللازم في مجال رفع القدرات الإدارية والطبية وإيصالها إلى المستوى المطلوب. وتخلل النقاش الاستماع إلى استشارات من خبراء في شركات التشغيل. وأشاد وزير الصحة بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم القطاع الصحي في اليمن وإسهاماته الكبيرة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة ومساندتها لكافة الجهود الرامية للارتقاء بأداء القطاع الصحي في اليمن. أشرف أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد الرب هشل ناصر على عملية تسليم معدات وأجهزة طبية متنوعة مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة لمستشفى عتق العام، وذلك ضمن حملة الكويت إلى جانبكم. وخلال حفل التسليم للأجهزة الطبية المكونة من 59 جهازا طبيا خاصا بعمل ونشاط العمليات الجراحية والعناية المركزة، وبلغت كلفة توريدها وتركيبها 235,252 دولارا، عبر أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عن شكر وتقدير السلطة المحلية على الدعم المتميز الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة لبلادنا، وخاصة خلال سنوات الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الوطن منذ حوالي 8 سنوات، معربا عن تطلع المحافظة إلى المزيد من الدعم الأخوي الكويتي للمحافظة في الجوانب الخدمية والتنموية، نظرا لافتقارها إلى الكثير من المتطلبات والاحتياجات الضرورية والملحة، موجها قيادة مستشفى عتق العام والمختصين فيه إلى الاستغلال الأمثل للمعدات الطبية والأجهزة الطبية المقدمة لهم من الجمعية الكويتية للإغاثة وتسخيرها لصالح تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم خدمة طبية مميزة للمجتمع. افتتح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع العلاج الطبي شوقي الشرجة بالمخيم الطبي الإنساني الثالث لمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري بعدن، والذي يقام بالشراكة مع مستشفى الطيبة النموذجي ومركز السكري وشركة رافا فارما للصناعات الدوائية. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة انتصار عبد الجليل. برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح والأستاذ أحمد حامد لملس محافظ محافظة عدن، افتتح اليوم الأستاذ شوقي الشرقبي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع العلاج الطبي في العاصمة المؤقتة عدن المخيم الطبي الإنساني الثالث لمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري بالشراكة مع مستشفى الطيبة النموذجي ومركز السكري بعدن وشركة رفا فارما للصناعات الدوائية، وسط ازدحام كبير من قبل المرضى والذي بدأ اليوم ويستمر حتى 21 أبريل. بالنسبة لعملنا ونشاط اليوم وهو افتتاح المخيم الطبي الذي سيستمر لمدة 10 أيام وتقيمه جمعية أطباء عدن وأطباء القلب في عدن، وأيضا مدعوم من شركات اليمنية ومحتضنة في مستشفى طيبة في عدن.
طبعاً المخيمات هذه تعمل على التخفيف من المرضى، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، كون كما يعلم الجميع الوضع الصحي يعني ليس بالشكل الذي نتمناه، ولكن الإخوة والقائمين على الأعمال الخيرية والمخيمات الخيرية لهم دور كبير في هذا العمل. نشكر الجميع، ونشكر أيضاً القنوات المهتمة ومنها قناتكم المهتمة بالأعمال الصحية وشؤون المرضى وشؤون المواطنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المخيم الطبي شمل إجراءات خدمات مجانية تشمل المعاينات والفحوصات الطبية المرتبطة بتقييم حالات السكري وارتفاع ضغط الدم وصرف الأدوية لمدة شهرين مجانا. كل ليلة واحدة يعمل طبيبان من الساعة 9 مساء حتى الساعة 12 ليلا. في العشر أيام يعني يعمل 40 طبيبا في هذا المخيم. تقرأ فحوصات مجانية للمرضى، وهي فحوصات السكر التراكمي، تخطيط القلب، وظيفة الكلى، أشعة الصدر، أيضا تحويل المرضى إلى طبيب عيون، لأنه مرضى الضغط والسكري يحتاجون إلى تقييم من طبيب العيون. ثم أهم القسم المهم هو قسم الصيدلة الذي يقوم بصرف الأدوية، وهذا القسم طبعا برعاية شركة رفا فارما للصناعات الدوائية، الذين يقدمون أدوية الضغط السكري لمدة شهرين مجانا للمرضى. هذا المخيم مجاني بنسبة 100%، فحوصات، معاينات، وصرف أدوية. ويأتي هذا المخيم الإنساني الثالث لجمعية أطباء القلب عدن استمرارا للفعاليات الإنسانية التي دأبت على تنظيمها الجمعية. وكان جمعية أطباء القلب عدن قد نظمت مخيمها الإنساني الثاني في مستشفى الألماني الدولي. طبعا نحن قدمنا الخدمات هذه عبارة عن معاينة المرضى، مرضى السكر والضغط، وأيضا عمل الفحوصات اللازمة لهم، كافة الفحوصات المجانية، وكل المخيم طبعا مجاني، وبدعم يعني طبعا احنا بدعم مننا الفحوصات والمعاينه، وكذلك الشركه الدوائيه هي قدمت الادويه، شاكرين لهم هذا العمل. وقد شهد اليوم الاول من اعمال المخيم الطبي استقبال 1000 مريض من مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري من عدن والمحافظات المجاوره. الهدف من هذا المخيم هو هدف انساني يشترك فيه 4 جهات: سلطة محلية، وزارة الصحة، مستشفى طيبة، جمعية أمراض القلب، رفا فارما، مركز السكر. الفائدة كانت كمان أيضا أنه اكتشاف حالات مرضية جديدة مصابة بالمرض وتعاني من الأعراض وتجهل بإصابتها، تم معاينته وتم اكتشافه وتم إعطاها الدواء اللازم بحيث تستمر عليه. أكثر من 1000 مريض مستهدف في هذا المخيم، نعم، 4 عيادات يومية، مديرية البريقة، وكمان مديريات اللي بجوار مديرية المنصورة، الشيخ عثمان. وأعتقد أن الفائدة بتكون بشكل كبير ومصلحة عامة للجميع. حضر افتتاح المخيم الدكتور محمد السعدي مستشار رئيس جامعة عدن، رئيس جمعية طب القلب، والدكتور عبد الله المطري مدير مركز السكري بعدن، والدكتور عمر بنافع مدير مستشفى الطيبة النموذجي، والدكتور محمد فلهوم المشرف العلمي لشركة رفا فارما. نصر عبد الجليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن. إلى مأرب، حيث جرى توزيع ملابس وكسوة العيد لعدد 2200 طفل من الأيتام والفقراء من أبناء الأسر النازحة، مقدمة من منظمة فاندويشن البريطانية في إطار حملة اليمن يناديكم لدعم وإغاثة الشعب اليمني خلال شهر رمضان عبر منتدى البناء والإغاثة. وخلال التدشين ثمن وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح هذا الدعم الإنساني من منظمة الخير فاندويشن في هذه الظروف الاستثنائية وتقديم المساعدات الإنسانية، داعيا شركاء العمل الإنساني إلى تكثيف تدخلاتهم العاجلة في مجالات الإيواء والغذاء والمياه والصحة. من جهته دعا مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، دعا المنظمات إلى مضاعفة الجهود لتلبية متطلبات النازحين حيث والاحتياجات كثيرة، شاكرا جهود القائمين في حملة اليمن يناديكم. دشنت منظمة تجديد للتنمية الديمقراطية بالشراكة مع الهلال الأحمر التركي توزيع السلة الغذائية لذوي الإعاقة والمتقاعدين
بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع. وأكد رئيس منظمة تجديد القاضي فهيم الحضرمي خلال عملية التدشين التي تمت بحضور إبراهيم عبيد رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي أن توزيع السلة الغذائية لذوي الإعاقة والمتقاعدين والبالغ عددها 500 سلة غذائية تأتي في إطار المشاريع الخيرية الرمضانية التي تنفذها منظمة تجديد بالشراكة مع الهلال الأحمر التركي تجاه شرائح المجتمع وعلى رأسهم شريحة ذوي الهمم والمتقاعدين، لافتا إلى تدشين السلة الغذائية التي تسهم في التخفيف من معاناة هذه الشريحة أملا أن تستمر هذه الشراكة وبما يخدم الفئات الفقيرة والمحتاجة. إذن وفي عدن انطلقت بمديرية المعلى بالمحافظة فعاليات الدوري الرمضاني للفرق الشعبية والذي يشارك فيه 20 فريقا من مديريات المحافظة بنظام خروج المغلوب. وخلال التدشين الذي تخلله حفل كرنفالي استعرضت فيه الفرق المشاركة في البطولة لوحة فنية حملت معاني التلاحم والروح الرياضية لدى الشباب. قام الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المعلى كريم منير عبد المجيد بافتتاح البطولة، وجمعت مباراة الافتتاح فريقا كاسترو من مديرية المعلى والبغدا من مديرية صيرة، وانتهت بفوز فريق كاسترو بأربعة أهداف نظيفة. حضر مباراة الافتتاح مدير مديرية المعلى الأسبق الدكتور محمد حسن عبد الشيخ. الآن أعزائي المشاهدين إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. أعزائي المشاهدين، ختام الأخبار، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس النواب يبحث مع القائم بأعمال السفير الياباني آفاق التعاون الإنمائي ودعم الجوانب الإنسانية.
نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي يشدد على أهمية حشد الجهود لتوفير الخدمات وإنعاش الاقتصاد. ميليشيا الحوثي تواصل خروقها للهدنة لليوم التاسع في محافظات تعز والحديدة وحجة والجوف ومأرب. كان هذا كل ما لدينا من أخبار. ختام نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، في أمان الله.